طب هقطع حضرتك اتفضل واسئله كده اتفضل هتيجي على لسان المشاهد. طيب انت حضرتك الواحد بيقرا مثلا عايز تخفض استهلاك فاتورتك ارفع التكييف لدرجه معينه ابعد التلاجة عن مثلا الحيطة، هل الكلام ده فعلا بيأثر؟ طبعا كفاءة الطاقة عنصر مهم جدا وميزتها بتأثر على جيب المواطن مباشرة. طب تعال ندي مثال يعني ايه التكييف انا الناس اللي مشغلها ل20 عايزه يبقى كده. انا عايزه يطلع ل 25 26 على الاقل وفي دول هيعمل لي ايه كمواطن؟ اولا هيخفض لك 30% من الفاتورة يمكن تخيل لو طلعنا 25 15% على الاقل على حسب بقى نوع التكييف وتكييفات قبل كده وانت بتشتري التكييف في ملصق اسمه ملصق كفاءة الطاقة كده تلاقيه ملزوق وعليه اسهم بقى في تكييف اسمه فيرتر دلوقتي انفرتر ده انفرتر انفرتر ايه الفكرة دي بمنتهى البساطة بيقول لك موفر للكهرباء الله يبارك في وقت الحمل التشغيل في الاول فاكر حضرتك لما كنا نشغل التكييفات زمان في الاول في صوت عالي الفكرة بمنتهى البساطة التكييفات دلوقتي اللي مجهزة بانفرتر هذه التكنولوجيا وبرضه في الخلايا الشمسية موجودة بتقلل احمال البداية بتاع التكييف فما يسحبش كهرباء كتير فكل ما يبقى التكييف متطور وفي انفرتر انت وفرت كهرباء لنفسك يبقى اول حاجه اللي عايز يشتري تكييف يشتري تكييف يبقى فيه انفرتر على قد ما يقدر اذا كان متاح طبعا قدراته الماليه لانه اغلى شويه طيب الحاجه الثانيه يرفع درجه حراره التكييف ايوه ل 25 على قد بالظبط وده هيديله راحه حراريه ما فيش جميع مشكلة. الفنادق في مصر بقت مظبطاه على 25 مظبوط عشان هم ده فاتوره الكهرباء يعني مؤلمه بالنسبه يعمل ايه تاني في بقيه الاجهزه ثانيه واحده بس نفس التكييف استاذن حضرته وهو قاعد في الاوضه يقفلها ما يسربش البروده بره يعني دي حاجه بسيطه جدا يعني طب بقيه الاجهزه خلينا نقول مثلا 50% اللي احنا مش بنحس فيه 50% من احمال الاجهزه المنزليه في مصر تقريبا من 40 ل 50% في الثلاجات لوحدها الثلاجات القديمه مش التكييف تخيل ما البيوت المصريه اذا كان عندنا من 8 ل 10 مليون تكييف تقريبا في مصر انما كل البيوت فيها ثلاجه صح وفي دي فريزر انت عارف حضرتك يعني طب الثلاجات اللي في نعمل ايه في الثلاجه الثلاجه كذا حاجه انا اتمنى ان اي ام بتجهز بنتها اي اب بيشتري اي واحد بيشتري لبيته يبص على ملصق كفاءه الطاقه اللي انا اتكلمت عنه من شويه ده في كل الاجهزه مش بس الثلاجه والغساله ليه لان فروق الاستهلاك كبيره ما بين اللي هو واخد هتلاقي عليه حضرتك حروف A B C D E وفي اسهم لو هو عند الدي بيستهلك اعلى اطلع بقى كل ما تطلع لغايه ما توصل للايه هيوفر لك كتير فمجرد ان انت وانت بتشتري وفروق التكلفه مش عاليه والله انا على فكره كنت بشتري من سنة فروق اسعار الثلاجه من الايه للدي مش فارقه كتير خالص انا كنت نازل وبشتري من احد الاماكن الشهيره في مدينه نصر يعني المحلات الشهيره وانا وزوجتي بنشوف فالثلاجه كنا عايزين نغيرها لان انا مدرك ان الثلاجه ما بتقدم بتستهلك كهرباء يعني فظيع يعني فقلت بمنتهى البساطه بقول للراجل ايه الملصق ده انا عارف فقال لي خد بالك ده الضمان ما تشيلوش فقلت له لا لو سمحت اشرح للناس صح ده ملصق لكفاءه الطاقه ويعني ايه يعني هيوفر لك في الفاتوره شهريا فوانت بتبيع دي ميزه تنافسيه للي بيشتري يبقى فاهم ان هو ده اوفر له على اللونج ران فالفرق لو حتى 100 200 300 جنيه انت خد الثلاجه دخل بيها المطبخ دخل بيها المطبخ ارجوك ما يلزقهاش في الحيطه يبعدها شويه 10 سم عن الحيطه لانه هو بتعمل الثلاجه بتاخد الحراره وترميها بره فلو لزقناها هترميها فين هتفضل جواها هيفضل الموتور شغال بتاعها فخلاص يبقى احنا الكمبريسور مش هيفصل يعني بمعنى اصح طب ليه برضو ما افتحش واقفل كتير كمان مملاش الثلاجه كربسها ده للام العاديه في البيت لو كربست الثلاجه انا اسف يعني كلها بقت مفيش تيار هواء بارد هيتحرك يبرد الحاجه هتستهلك هتفضل شغاله على طول فنراعي في الارفف تحت ان احنا ده يوفر لي كهرباء والله يوفر كتير طيب استنى لسه انا اسف اتفضل الفريزر بقى العكس الفريزر املاه واكبسه لانه كده كده بياخد حمل تبريدي عالي وبالتالي وهي بتستف الحاجه في الفريزر ما فيش مانع انها تحطها مترتبه وتلبس انما الثلاجه تحت اسمح لها مصادر هواء حاجات بسيطه جدا خلصنا الثلاجه التلفزيون والدش وشحن الموبايل على طول ما احنا مش محتاجينهم نشيلهم الفيشه لو سمحت نشيل الفيشه على قد ما انا اسف التلفزيون صعب نشيل الفيشه طب احنا بنحط كله في مشترك وانا بفصل المشترك ده سهل جدا بس ايه انا يعني على الاقل اضعف الايمان لو هتفصل ومش عايز تفصل كهرباء لانك عايز اول ما تدوس على الريموت يشتغل اضعف الايمان ما تسيبوش شغال الفاضي وانت طيب لو احنا كمواطنين في مصر كلها كنا عملنا الحاجات دي ما كانتش الحكومه هتلجا لتخفيف احمال كان بقدر معقول جدا كان لو في حاجه كمان معاها اتعملت كنا ممكن نتجنب جزء كبير من ايه الحاجه الثانيه اللي هتتعمل والله الحاضر الغائب واللي مش موجود في مصر كفاءه الطاقه في المباني
يعني احنا محتاجين نغير نظام التصميم المباني. محتاجين يا خبر ابيض ده احنا محتاجين يعني ما يبقاش طوب وإزاز. محتاجين حياة كريمة في المباني. بص ما يبقاش إزاز. يعني نغير أكواد البنى. تخيل ما نعملش ألومتال. الأكواد في كود لكفاءة الطاقة في المباني لكنه ليس له هناك ليس له آلية لتفعيله على الإطلاق. يعني ما نركبش ألومتال الإزاز اللي بيحمل الحرارة. في إجراءات بسيطة أولها المبنى نفسه توجيهه. فاكر لما كنا نقول الشبابيك والبحري والنوافذ وتصميمها ان النوافذ مساحتها كل ما المساحه تكبر الحمل الحراري يعني الحمل الحراري يحصل ايه؟ هتدخل شمس وحراره في البيت ولو انت هتبقى ساعتها محتاج تعمل لوحين ازاز بدل لوح واحد في الازاز. يعني في حاجات بسيطه تتعمل غير في حاجات فيها تكاليف اعلى شويه العالم الدول المجاوره كلها بتعملها. يعني بتركب مثلا عزل على الاسطح عزل على الجدران وده بيضيف شويه تكلفه معظم المستثمرين مش عايزين يعملوها. معظم الديفلوبرز بتوع المباني الطوب يتغير الماتيريالز كلها ليها نظره وممكن تشتغل بحاجات من البيئه المحيطه. واحنا شايفين بعض القرى السياحيه بتفخر انها اشتغلت وحتى اتفضل وده يوفر لنا يوفر لنا كهرباء صحيح يوفر لنا طيب قدام حضرتك دلوقتي ملصق بتاع التلاجة الله يبارك في حضرتك اشرح لنا بقى. بص حضرتك مكتوب تحت ايه عند الاحمر اقل كفاءة واعلى استهلاك للكهرباء عند الاحمر شايف حضرتك فوق عند الاخضر اعلى كفاءة واقل استهلاك للكهرباء ده تخلينا اروح ابص على كل التلاجة والله انا عايز اقول ده انا بجنن زوجتي لما ننزل نشتري حاجة ده موجود في كل اجهزة ولا التلاجة بس بالقانون يلصق على هتلاقي السخان يا خبر السخان ده برضو يعني وحش في الاستهلاك نعمل ايه في السخان اولا يا ريت لا ما تسيبوش شغال عمال على يعني ما تسيبوش داير على طول وقت ما تحتاجه قبلها بنص ساعة شغاله طيب واقفله بعد ما نستحمى والاستخدام خلاص لان هو عارف حضرتك بيحصل ايه هيفقد حرارته ويبرد فالهيتر يشتغل طيب وانت سايبه طول الليل يبرد ويسخن التلاجة رجعه للملصق التلاجة دلوقتي اجيبها معايا فلوس كتير اجيب الايه صح لا مش لازم فلوس كتير الفرق في التكلفة مش عالي فعلا وفي تلاجة هتديني البي والسي والدي والاي انا قدراتي وقارن لو لقيت ان البي يعني ارجوك نطلع عند الايه والبي على قد ما نقدر طيب وعلى فكرة في منتجات محلية متميزة في هذا